ب 17 نقطة عن المتصدر برشلونة المتسلطن محليا، والانتظار هو حتمية للمرينجي من أجل عودة النتائج الإيجابية. والضيف الغواصة الصفراء فياريال يعد دائما من أصعب الأندية في الليغا، وهو صاحب المركز السادس على بعد 4 نقاط من فريق العاصمة ريال مدريد. مباراة نارية في الانتظار يا السادة. أونتيانو ماينكو يعطي ضربة البداية ليدهل كرة لكربخ، اتعدي او كارث بيل ضغط عليه الكرة. كو كاستياخو يحاول المرور امام كارباخال، يوزع والتصدي كاسو رونالدو الرهيب رونالدو يعدي، يحاول التصويب يتصدى الدفاع. هجوم خطير للريال، يسكو يسكو والمطالبه بضربه جزاء. زيادة على الكرة ذا والاحتكاك الأخير اللي تسبب لرونالدو في إصابة. توني كو المطالبة بضربة جزاء، وأونتيانو ماينكو يقول لا وألف لا. طبعا ليست بالفعل. كاسياخو كاسياخو كرة خطيرة رائعة رافائيل فاران، يمر أم لا، يعطي كرة لإيسكو والكرة وينو كريم بنزيما الغايب. جارث بيل كان بعيد رونالدو ابعد، هذا كارلوس باكا الكافيتيروس، لكن كرة صالة عند الحارس الكوستاريكي كان افضل من بنزيما في الموسم الماضي. وهذا مارتشينو التصوير، شو هذا؟ دانييلي بونيرا الايطالي القايدوم الخبير. كارلوس مباريات بنفيكا البرتغالي، سياسكا موسكو الروسي. كروس يوزع جول، هدف ابيض للويلزي كارث بايل. كون رونالدو يتقدم كريستيانو رونالدو. شنو هذا يا رونالدو؟ ما هذا يا كريستيانو؟ اسينخو بطل العرين، اسينخو للمرة الثانية يبعد فريقه. كرة بالراس، كرة تعدي، وين التصويب؟ مودريتش وصل داريسون، يسكو يوزع والتدخل لقلب الدفاع رايح لاسينخو. كرة لايسكو، يسكو يوزع على مر سات الغواصة الصفراء والكرة خطيرة. جول كرة جول، لا جول سوا باكروس. هذه الكرة اللي كانت في ظهر رافائيل فاران. الريال دفاعيا رونالدو جول. غريبة يا ولدي، غريبة يا رونالدو. كريستيانو حيران كذلك مثل زيدان. كريستيانو رونالدو بجنبه كارباخال، رونالدو رونالدو. مارتشينو يوزع كرة الجول. لا كورونيا بهدف لهدف. هذه اللقطة هنالك لمسة يد من الفارو غونزاليز بعد رأسية جارث بايل. كاسياخو داني رابع وكرة بالراس، لا كرة بالراس كانت خطأ. اختراق للدانيا لجارث بيل، التسويب يلا. إيسكو إيسكو إيسكو، جارث بيل تصطدم به الكرة. محاولات عديدة للريال بدون تسجيلات. جارث بيل يراوغ بيل، التسويب رائعة رائعة وممتازة من جارث بيل. بيل خلينا نقولها بصراحة منذ ابتعاد رافائيل بينيتيز لريال مدريد لم يعد سعيد بال. إيسكو إيسكو يا سلام، التوزيع بونيرا في الانقاذ، هجوم يسترجع فاران. كارباخال إيسكو 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 يراوغ يوزع
جول. لا لا لا، هنالك ضربة جزاء، هنالك ركلة جزاء، إعاقة واضحة على رونالدو لم يشاهدها إلا الأعمى. هذه هي الكرة، تابعوا الإعاقة، وهذه هي الإعاقة من ماريو جاسبار على رونالدو. ماريو جاسبار يعيق رونالدو. هذه اللقطة الأولى في الاحتكاك، هاو أمامنا رونالدو القريب من السقوط، لكنه حاول، لو لم يلمس الكرة ربما كان يأخذ ضربة جزاء. إعاقة واضحة.